عندك سؤال ومتحير، بالك مشغول وتعبان، انا عندي الحل ما تفكر، اسألنا انت السؤال راح نرد عليك، والجواب بايديك عالقاصد تبعنا عالفجر افهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم أجمل تحية في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم برنامج Ask FM، هذا البرنامج الذي يأتيكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد وعبر أثير الفجر الجديد. هذا البرنامج لهذا اليوم حقيقة الموضوع ساخن جدا، الموضوع مهم جدا، الموضوع هو حديث الساعة، وفي الآونة الأخيرة أصبح يعني بحاجة للحديث حول هذا الموضوع، لأن هذه الظاهرة أصبحت مقلقة، هذا الأمر أصبح يتفاقم، هذه القضية أصبحت قضية خطيرة جدا، لأن فيها اعتداء على أسمى ما يمكن أن يكون في هذا الوجود، وهي الحياة البشرية. الموضوع موضوع ظاهرة القتل، هذه الظاهرة التي أصبحت الآن تستشري في المجتمع للأسف الشديد، أصبح هناك استمراء للاعتداء على الأرواح، أصبحت الدماء رخيصة، أصبح الاستهتار في أرواح الناس وحياة الناس، أصبحت القضية لا تحتاج سوى أن يغضب الإنسان في أي مشكلة كانت، فيسحب سلاحه فإذا به يقتل من أمامه بكل دم بارد دون أن يفكر في عواقب هذا الموضوع في الدنيا أو في الآخرة. لذلك نحن في هذا اليوم سنطرح هذا الموضوع، نحن يعني لن نستطيع أن نعالج القضية في حلقة واحدة، لكن كان لابد من أن نعلق الجرس، لابد أن نتحدث، لابد أن نعلي صوتنا، لابد أن نسمع الجميع مثل هذه الكلمات التي لابد منها، ولابد أن نطرحها، ولابد أن نقف عندها، لأن الموضوع يا أخواننا يعني جد خطير. لذلك في هذه الحلقة سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة، سنجيب يعني نحاول أن نجيب لماذا أصبح القتل في زماننا سهلا لهذه الدرجة، لماذا كل هذا الاستهتار بالدماء، هل القتل أصبح ثقافة الآن مجتمعية وسادت أحكامه، هو سيد الموقف وهو سيد الأحكام، هل يعني من هو المسؤول عن مثل هذه الظاهرة، ما الأسباب التي دعت إلى الاستخفاف بالدماء والأرواح وحياة الناس، هل العقوبات المقننة في القانون الآن تكفي لردع القتلة، ما هي العقوبة الرادعة لمثل هذا الجرم، كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة، وكيف يمكن علاجها، وكيف يمكن أن نبدأ في متابعتها والحد منها بإذن الله عز وجل. لذلك نحن في هذا اليوم يمكن أن نطرح هذا الموضوع، نود من الجميع التفاعل فيه، لأن الموضوع بهمنا جميعا، بهمني وبهمكم، بهم أي واحد في هذا المجتمع، الموضوع موضوع يعني يمس الجميع ويشكل ظاهرة مقلقة أيضا للجميع. إحنا يعني كنا طرحنا هذا الموضوع من خلال الفيسبوك، إنه ما هي أسباب الانتشار مثل هذه الظاهرة وكيف يمكن الحد منها، فكان هناك مجموعة كبيرة من التعليقات. لذلك يعني إحنا قلنا أن الموضوع ساخن والموضوع مهم جدا، لأنه إحنا وجدنا كثير من التعليقات سواء يعني على صفحاتنا المتعددة، لهذا إحنا بنقول أنه الكل مدام إحنا سبحان الله لما نجد تعليقات كثيرة متعددة يعني تكاد تكون بالعشرات، هذا يعطينا انطباع أنه كم هو الموضوع مهم بالنسبة للناس. لذلك يعني أنا اخترت بعض التعليقات التي يمكن أن تنبئ أو يعني تعطي صورة عن كل التعليقات، هي يعني انتقيت ما يجمع كل التعليقات، فلذلك أنا أشكر كل اللي علقوا معنا، ويعذرونا إذا لم نستطيع أن نقرأ تعليقهم لأنه تعليق كما قلت كثيرة، لكن ستجد كل التعليقات موجودة في هذه العشر تعليقات اللي أنا اخترتها. الأخ سعد كتاني بقول اللوم كله على الأسرة من البداية، هي اللي بتنتج أفراد صالحين أو أفراد سهل
يتوسخوا وينجرفوا مع التيار. رقابة الأهل وملء البيت بالحب والاحتضان هو الحل على المدى البعيد. بما أنه الواقع واقع، فلازم سحب السلاح قبل كل شيء وتطبيق قوة القانون، بحيث أي شخص يثير فتنة أو مشكلة يتعاقب عقوبة عظيمة دون أي تساهل. إذا سادت القوة ما راح نشوف ناس بتسترجي تتمادى. فهو يعني بداية هو جعل هناك تربية علاجية، بعدين قال عن يعني تربية وقائية، أو تربية وقائية وتربية علاجية. تربية وقائية قال إنه البداية علّهم كله على الأسرة، لازم الأسرة هي التي تنتج أفراد صالحين، وما يكون هذول الأفراد يعني ينجرفوا مع تيار الواقع والمجتمع. لازم يكون هناك رقابة للأهل، وأن يكون هناك تعويض أو إعطاء دفعات من الحب والاحتضان والحنان في البيت، بحيث تجعل هذه النفسية نفسية رحيمة، نفسية رقيقة، وليس هناك يعني جلافي وصلافي وعنف يعني أسري، فهذا سينتج يعني شخصية عنيفة. بقول لكن بما أن الواقع هو هيك، إحنا لابد أيضا أن يكون هناك علاج. أولا سحب السلاح، القانون أن يطبق وبقوة، والعقوبة لابد أن تكون على الجميع. أبو عاصم إشحادي بعلق بقول: البعد كل البعد عن تطبيق الشريعة وكثرة الواسطة والمحسوبية والرشوات، هذا يعني من أهم أسباب القتل اللي الموجود، أو انتشار ظاهرة القتل. قد يكون لهذا حقيقة نصيب، لأنه عندنا مشكلة في موضوع التطبيق، عندنا مشكلة في موضوع المعالجة الموضوع في تطبيق القانون أحيانا، في عندنا مشكلة مرات في طريقة حل مثل هذه القضايا، قضايا القتل. لأنه عندما يغيب الدين، وعندما تتدخل الواسطة والمحسوبية والرشوة، عندما تتدخل يكون هناك واسطات، هناك محسوبيات في المتابعة أو في الإصلاح أو في تطبيق القانون أو في الأخذ بموضوع القانون، إذن هنا القضية سيدفع الناس إلى التمرد على هذا الواقع، وأن يكون الإنسان كما يقول يحاول أن يكون ذئبا كي لا تأكله الذئاب، أو قبل أن تأكله الذئاب، وأن يتغدى بغيره قبل ما يتعشى فيه. هذه كلها الأمثال ممكن أن نسمعها: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إن لم تكن يعني تغدى فيه قبل ما يتعشى فيك، أو ما شابه ذلك. هذا كله بسبب أنه الإنسان لا يجد واقعه الحقيقي العادل الذي يمكن أن يطمئن إلى المجتمع اللي ممكن أن يأخذ يعني فيه. لكن أيضا المحسوبية والواسطة هذه قد تكون لها دور كبير، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا يعني عن القوم، قال: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا لا يمكن أن يكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق القاعدة وأطلق القانون والقاعدة القوية، قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه القضية، القانون عندما يكون بعيدا بكل شفافية وبكل صرامة وبكل عدالة، يطبق بحزم بعيدا عن الواسطة وعن المحسوبية، وعن أن لا يستقوي الإنسان لما يشعر نفسه أنه هو ظهره مسنود، هذه مشكلة كبيرة، أنه يجعله يظلم الناس، وهذا يعني خطير جدا اللي احنا بنحكي فيه. الأمر الثاني، كامل فخوري بعلق بقول: حتى بعض الآباء يحفزون أبنائهم لأخذ ثأرهم وقت وقوع أي مشكلة مع أبنائهم. هذا أيضا يا إخوة يعني حقيقة واقعة الآن للأسف الشديد، إنه بتلاقي الثقافة الأسرية في مجتمعاتنا هي ثقافة خطيرة جدا، ثقافة تؤدي إلى أن يكون هناك توريث لموضوع الثأر، موضوع القتل، الاستهتار بالدماء، الاستهتار بحياة الناس. يعني أنا بعرف قصة في إحدى المحافظات، مشكلة بين الإبن وشاب تاني، فلما صارت الشاب التاني ضرب ابنه، لما اجوا الناس يصلحوا اخذ الصلحة، لكن راح قال لابنه كلمتين، قال له: انت واحد جبان، انت بتخلي الناس يلفوا علينا عشان يصلحوا معنا، لانك انت مضروب وهم ضاربينك، بدل ما انا الفي على الناس انت تكون ضارب الناس، انت جبان. فاذا به هذا الولد ثاني يوم ثالث يوم، مع انه اخذوا صلحة وعطوة، اذا به بروح بترصد للشاب التاني وبقتله، وكان هذا السبب في دمار عائلة
كاملة في دمار. هذا الأب ندم ندم شديد جدا على هذه الكلمة اللي قالها لابنه، لأنه دمر حاله ودمر عيلته ودمر أولاده ودمر مصالحه ودمر شغله ودمر أمواله. وكان يعني القضية خطيرة جدا، وقامت يعني القيامة زي ما بقولوها في تلك البلد، كل ذلك بسبب كلمة واحدة من الأب اللي شجع ابنه على مثل هذا الموضوع. لما يجي الأب بحرض ابنه اللي بيضربك اضربه، تخلوش يضربك، لا اضربه، اطعنه، اقتله إلى آخره. هذا الكلام لا، بحاجة إلى يعني أن يكون هناك موازنة في الحديث مع أبنائنا. رحيق الزهور بتقول: المشاكل داخل البيت وتعويد الأولاد على العنف إن هم صغار بحاجة بحجة تعزيز الثقة والتقليد الأعمى، أفلام وهاي الأشياء، وبتكون أغلبها بمرحلة المراهقة، وهيك أي مشكلة بسيطة تقليد أعمى كالعادي بكل شيء حلها بعدة طرق. ممكن مساعدة الأهل المهملين اللي يمكن توبهم صاحيين من سبات الجهل، أو ممكن دكتور نفسي أو مساعدة حدا دكتور نفسي أو مساعدة حدا يكون بتفهم الشخص، وأكيد أهم عامل يرجع ويلتزم بالدين. يعني هي بتقول إنه باختصار إنه المشاكل داخل البيت وتعويض الأولاد على العنف هم من هم صغار، هذه مشكلة كبيرة جدا. لما يعيش الإنسان في مجتمع في عنف وحواليه عنف والمشاكل والقتل، وبسمع هذه القصة وبشوف هذا السلاح وبشوف هذه الطوشة وبشوف هذه الجريمة، زائد أنه أخواننا حقيقة مشاهدة الأطفال الصغار للأفلام العنيفة، حتى صور المتحركة والرسوم أصبحت يعني انظر إليها كثير منها في عبارة عن عنف وعن قتل وعن طخ وعن وعن عن حروب وعن كذا، وهذا يعني يؤدي إلى مشاكل نفسية، يؤدي إلى أن تخرج عندنا نفسيات وأجيال تستمر العنف وترى أن العنف هو أمر طبيعي في المجتمع. لما أنا الولد الصغير يكون يشاهد أفلام حتى مع أبوه مع أمه مع العائلة، أفلام أكشن وأفلام قتل وأفلام طخ وأفلام ذبح وأفلام رعب وأفلام كذا، هذا بده يتعود على مثل، يظن أنه هذا هو الأمر الطبيعي، أنه صارت مشكلة روح أقتل روح أضرب روح أسلخ روح أعمل كذا. هذا العنف اللي إحنا حقيقة عمل مشكلة كبيرة في أجيالنا، لذلك لازم أن ننتبه لهذا الموضوع. مسعود قازور بقول: من جانب إنه في القانون الفلسطيني عقوبة الإعدام موقوفة، ومن جانب آخر إن الحكومة ضعيفة لأنها محتلة، القاتل بإمكانه الهرب إلى الأراضي المحتلة 48 والإنفلات من العدالة، ومن جانب آخر أصبحت نفسيات الناس ومعنياتهم صفر بسبب الظروف المحيطة، مما يؤدي إلى ثورة غضبهم بالدرجة يصعب السيطرة عليها، خصوصا إذا كان هذا الشخص ذو نفوذ يعني له ظهر، فإنه يرى الآخرون كالصراصير، مع يعني تحفظنا على الكلمة. كل هذه الأمور تؤدي وتسهل الحالة المطروحة، إنه يعني هو بقول الأخ مشكلتنا في موضوع ظاهرة القتل إنه عقوبة الإعدام موقوفة، يعني ما شفنا لا نراها تطبق. اثنين، إنه في عنا احتلال يجثم فوق صدورنا، لأنه ممكن واحد يقتل ويهرب، هذا أكثر من حادثة صارت، إنه يعني يبقى معاه هوية زرقاء أو بعيش في الداخل أو كذا، ممكن يقتل ويهرب حتى لو معه هوية، ممكن يهرب للداخل لا تستطيع الجزء الأمني أن تصل إليه هناك. أيضا الناس في الضغط النفسي، الضغط الاقتصادي، الضغط الاجتماعي، أصبحت معنوياتها نفسياتها لا تحتمل، سريعة الغضب يعني بتلاقي الأمور بلحظات بكلمة من هون كلمة من هون، وإذا بها يعني الأمور بتولع، وعلى طول كون غضبه وصل لمرحلة الإغلاق وما بيعرف شو بيعمل، وسحب سلاحه وصار يطخ أو صار يطعن أو ما شابه ذلك، وبتروح فيها شباب للأسف الشديد. وإحنا شفنا قديش شباب فقدناهم حتى الليلة، يعني كان هناك حادث قتل في منطقة نابلس قبل فترة عند العيد، شفنا حادث قتل لشاب اللي قاموا بالقتل يعني 14-15 سنة بكلمة من هون كلمة من هون، خلال ثواني راحوا طعنين اللي هم قاتلينه. قبلها أيضا يعني وجدنا حالات كثيرة مثل هذا الموضوع، شباب مثل الزهر بتروح بسبب إنه فلان غضب، وإذا به أقل شغلة صار شاب ماشي ومعه شفرته ومعه سكينته ومعه سلاحه وبيستخدمه في مثل هذه القضايا خطيرة والحساسة. أحمد أبو شنب بيقول: بكل أدب وتفهم للحياة والموت، كل القتل بصير ربنا كاتب هيك، سواء مات مقتول ولا مدهوس ولا حادثة شرف ولا أي شيء، تنتهي فيه النفس من الحياة، هو مقدر ومكتوب، والمثل بيحكي لو صبر القاتل على المقتول لمات قدامه بدون ما يقتله. هذا كلام خطير جدا يا إخوة. إذا نحن بدنا نقول والله هذا خلص يعني بهمش، خلينا نسامح وخلينا نعفو وخلينا نصلح، وإنه هذا قدر ومكتوب، لو ما قتله راح يموت لحاله، لا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا فهم عقيم لموضوع القدر، وهذه القضية يعني ما بتزبط في الحياة. إذن كل الناس تقتل بعض وبقول لك أنا مش أنا
السبب في موته، أنا صح أن ربنا استخدمني لأنه أجل وانتهى. هذا الكلام لا يمكن أن يكون، ولا يقبل لا دين ولا شرع ولا عقل ولا عرف ولا اجتماع ولا قانون، هذا كلام سخيف. هذه القضية قضية الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات. صح هذا الرجل عمره انقضى، لكن كان انقضاء عمره بسبب أنه هذا الإنسان أقدم على مثل هذا الجرم فيتحمل إثمه إلى يوم القيامة، والله تعالى أعلم. تمام عموري بتقول في عدة أسباب يعني لموضوع انتشار هذه الظاهرة، ولكن مهما كانت الأسباب ليست مسوغا للقتل. يعني هي ممكن تقول أنه أسباب نحن بنعددها، لكن في النهاية هذه الأسباب ليست مسوغة للقتل إطلاقا، لكن هذا يمكن أن يذكر. يمكن يكون الحالة النفسية تؤدي للقتل وتؤدي إلى إذاء الشخص نفسه. الغضب الشديد أيضا سبب، البعد عن الله لأنه ما في خشية من الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد بنسى إنه ربنا عز وجل بعاقب، وربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لذلك بعض العلماء قالوا أن القتل جزاؤه الخلود في النار والعياذ بالله، هذا رأي عند العلماء. والله عز وجل توعده بعذاب شديد جدا يوم القيامة، لأنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. بتقول أيضا عدم الاكتراث للشرطة أو الأمن، يعني تجاوز القانون وعدم الاكتراث لموضوع الأمن والشرطة والأجهزة الأمنية، هذا أيضا خطير. شرب الخمر والمخدرات هذا أيضا سبب كبير من انتشار القتل، لأنه كم من حالة وهو سكران وهو يشرب المخدرات صار فيها قتل. الوضع المادي، هناك قتل بهدف السرقة والغرق في الديون، وعندنا حالات احنا بنعرفها وصارت انه فلان قتل فلان لانه مداينه، لانه بطالبه، لانه بده يسجنه، لانه هو راح يسرق، لانه بده يسد دين عليه الى اخره، فهذا ايضا سبب من الاسباب. انتحار الشخص، الكراهية الشديدة والبغض، والبعض يعتقد انه لا تكتمل رجولته اذا لم يقتل احد او بده يعربد بالعامية. انعدام الضمير، التأثر بافلام الاكشن وافلام الرعب، زي ما قلنا هذه كلها اسباب تؤدي الى مثل هذا الموضوع، لكن على رأسها قلة الدين والاستخفاف في موضوع القتل. زياد سلامي بيقول في زمن الخلافات لم يكن بحاجة لدار القضاء، في زمن الخلافة لم يكن بحاجة لدار القضاء، فكل كان يعرف الحق ويتبعه. في هذا الزمن يقضي صاحب الشكوى في المحكمة سنوات ليأخذ شيء من حق له، لكن يتنازل حتى يريح نفسه من ضغوط الجلوس في قاعات المحاكم، ثم ينوي على أخذ حقوقه بطرق غير قانونية كالقتل وتكسير العظام وربما الخطف والتعذيب كما حصل في عدة حوادث. لو هنا قانون رادع لكل الأمور لما وصلنا للاستهزاء بحياة أحد أو بقطرة دماء. يعني مرات بكل الروتين اللي بيصير في المحاكم من القضايا بتروح سنوات، سواء قضايا مالية أو اجتماعية أو قضايا في الجنايات، وهذا طبعا يعني بسبب الـ 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 الضغط الموجود في المحاكم، بسبب استغلال بعض الثغرات الموجودة في القوانين، من المماطلة من أحد الطرفين قد يكون وبعض المحامين، فبتخلي القضية بتروح سنوات. يعني أنا بعرف في قضايا على قضايا بسيطة على 2000 و3000 دينار خلاف راحت حوالي 15-16 سنة في المحاكم وهي بتلف وبتدور. يعني 2000 دينار اللي كانت تجيب من 15-16 سنة مبلغ وقدره الآن بتجيبش إشي. فهذا الإنسان بصير في قناعة في المجتمع أنه ليش ألجأ للقضاء، أنا بدي أخذ حقي في إيدي. هذه كلمة أخذ حقي في إيدي هي اللي دمرت كثير من الناس وعملتنا مشكلة اجتماعية في هذا الواقع. زوينة جواعد بتقول القاتل يقتل، بس القرآن بيقول والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ. صح العفو عن الناس والكظم الغيظ هو يكون حق لأهل القتيل، لكن أيضا هم في البداية قال ولي الدم، فإذا أراد أن يأخذ بثأره من خلال القانون فالإسلام شرع له مثل ذلك، لكن إذا كان أراد أن يعفو فهذا يعني ما حث عليه الدين، لكن لا يجبر على مثل ذلك، لكن يعطى الحق أولا بأن يأخذ حقه في القصاص إذا كان هناك يثبت الموضوع القصاص. طيب محمد عاصي بيقول هناك من الأسباب الجوهرية أهمها فشل القضاء حيث لا يوجد عقاب ولا رادع ولا غيره، الإحباط الذي يسود أوساط الناس حيث انعدمت الطبقة الوسطى، فقر مدقع وثراء فاحش اللي حكينا عنه، انتشار الشلليه والمحسوبيات، انتشار الاسلحه غير المسؤوله، لذلك يعني موضوع الفلتان والسلاح اللي بيكون يعني للاستخدامات الغير شرعيه والغير منطقيه والغير مجتمعيه واستخدامه في في في, في هنا وهناك، هذا ايضا يعني ادى الى انتشار مثل هذه الاسلحه الى مثل هذه المشاكل وهذا القتل. وجود عناصر النفاق والتحريض، ايضا النزاع على الوطن وهناك من الاسباب الشيء الكثير. صح حقيقه هي اسباب كثيره يمكن ان يعني نضعها في خلال تحليلنا، لكن في النهاية نحن نقول كل هذه الأسباب ليست أبدا من المسوغات. الخطورة يا أخواننا في موضوعنا إنه الموضوع خطير جدا في حياتنا، موضوع القتل، لأنه هذا الاستخفاف أدى إلى إنه الإنسان
اهل بسميهم اولياء الدم، اهل القتيل، بتكون نفسهم بتغلى، بده ينتقم، بده يعمل إشي، بده ياخذ بثاره. يعني ما بزبطه شوف القاتل قدامه بمشي بالشارع وبدون حكومه، وبالاخر احنا بدون محكمه وبدون ان ياخذ عقوبه، وبالاخر احنا يعني العرف اللي صار عندنا يلا اقتله وريس ماله دي، اقتل موريس ماله فنجان قهوه. هذا خطر يا اخواننا. يعني من الاسباب التي ادت الى انتشار مثل هذه الظاهره، وهذا سبب خطير جدا، هو السبب اللي احنا بنحكي عنه، انه صار الانسان بيعرف بقول لك يلا انا بروح بعمل عملتي وبالاخر صلحه وعفنجان قهوه وبتمشي الامور وباخذ الحق العام وبتنازل عن الحق الخاص، وكم من شهر وبروح من السجن. وهذا ادى انه مرات بنروح بناخذ حق من اهل القتيل بانه يعفوا ويصفحوا، وبنضيع حقوق كثيره جدا في الحياه. هذا الموضوع هو موضوع خطير جدا، لذلك احنا بصرنا نشوف موضوع الثار. يعني انا بعرف احدى المناطق باحدى المحافظات، لما انقتل قتيل من احدى العائلات اجتمعوا كبار العيله وقرروا ياخذوا بالثار، لكن ما راحوا قالوا بدنا نقتل القاتل، قالوا لا، راحوا انتقوا افضل واحسن واكثرهم علما من العيله الثانيه وراحوا قتلوا دكتور جامعي من اروع وافضل واكثرهم خلقا ودينا وأدبا، وراحوا قتلوا. ليش؟ قال لأنه إحنا ما بكفينا إنسان عادي هذا القاتل، لازم نقتل أكبر واحد في العائلة ونحرق، يعني نحرق قلوبهم عليه. هذا كلام خطير. إحنا موضوع الثأر، لأنه يا إخوان إذا غاب الرادع وغاب القانون وغاب الإنسان أن يأخذ حقه من خلال القانون الموجود، أصبحت هناك ثقافة للأسف الشديد، تصبح ثقافة أنه الإنسان بدك تدافن حالك، بدك تأخذ حقك في إيدك. لذلك إحنا سألنا يعني في الشارع، عملنا روبرتاج صغير، سألنا الناس إنه هل ترى إنه العقوبة كانت يعني عقوبة الإعدام يعني هي رادعة، وإذا أنت يعني ما طبق هذه العقوبة في القاتل هل يمكن أن تأخذ حقك في إيدك؟ خلينا نسمع يعني شو كان اتصالات الناس أو حكي الناس وتعليقات الناس في الشارع عن هذا الموضوع. أنا مش راح أكتب حكم القانون، لازم أخذ حقي بإيدي، وما بس في غلي غير أقتل اللي قتل أخوي أو قريبي، لأنه القانون يعني صراحة ما بيجيب لي حقي نهائيا. لما بيجي القاتل بقتل أي إنسان ثاني، يا دوب نحكم سنتين أو ثلاثة كحد أقصى، ما بتشوف أسبوعين ثلاثة، إذا بكون عنده واسطة بطلع. فأي قانون اللي بتحكي عنه وأي حق اللي راح أخذه بصفة القانون اللي بتحكي عنه أنت بنفس الوقت، يعني بدك في المحاكم هي بداية لما يكون الحدث يعني في وقته بتكون صعبة على الأهل، بتكون رد فعل يعني بجوز جاي عن زي ما بيقولوا لها الدم حامي بيكون. لما بس بعديها لما عاد ما يهدى الواحد وهذا خلص في قصاص رب العالمين هو منه لله يعني بعديه، بس بعد ما تهدى النفوس يعني مش يعني بداية بتعرف انت الواحد بصير بده ياخذ طار وبده بده بده بده، بس عبين لما في ناس وجوه خير يعني بتتدخل وخلص بعديها في رب وفي قصاص وفي محاكم وبنلجأ للقانون. هل اعدام القاتل هذا الشيء مش في غنية؟ اذا الشرع و يعني طلب انه يقتل في مش في شيء غليلي، خلص رب يعني الشرع اذا طلب انه يقتل يعدم. اما اذا ما طلبش هذا بينه وبين رب العالمين، يعني ما بنقدر، هي اراده ربنا يعني. طبعا المحاكم ما في عندها، ما بتاخذ الحق اللي هو المفروض تاخذه، وبهاي الحاله لا، انا راح اكون راح الجا لاني اخذ بالثار، لانه هي ما بتاخذ الحق اللي انا يعني فيش غلي او اللي خليني يعني ارتاح نفسيا منه، لانه عندهم القانون بصراحه يعني ضد هاي الجرائم، او خلينا نقول لا، هو بيساعد على قيم الجرائم، لانه بالواحد بقتل او بسرق او بحرق او بكيم بعض، فبنحبس فتره قصيره. والله على الاحداث اللي قاعده بتصير مثل جنين ونابلس لا بلجا للقضاء، لاني اقتل ابن شعبي بزبطش الوضع هيك، بصير مشاء. طب لو تم اعدام القاتل هل هذا مش غليله ولا؟ والله اللي بحكم فيه القضاء بالنهايه انا موافق فيه، لانه هذا قضاء الشعب، يعني مش القضاء اللي لحالي، يعني القانون بيمشي على الكل مش علي لحالي. ان شاء الله ربنا يبعدنا عن الثرات وعن هاي الخريب كلها. بس انا اللي بدي اقوله يعني ليش تاه التسرع وتيسير يعني القتل بهاي الصوره، وخاصه زاد هذا الان يعني في مجتمعنا، شو الداعي له؟ انا مش قادر افهم ليش، يعني شو في داعي له يعني القتل، شو في داعي له تا توصل لهي المرحله في هاي يعني في بلادنا صارت هذا الحكي، ليش صار هالكدي الان؟ حصل اللي حصل، يعني انا بواجه كل الاجاويد البلاد والوجاه والكبار السن انهم يتدخلوا باول مشكله من اولها، خوفا ما يصير رد فعل
إلها وإيش زي هيك، والقانون لازم يكون يعني كاسي بهذا الموضوع. يعني زين القانون أخذ لي حقي، أنا شفت إنه حقي مزبوط يعني أخذ لي حقي وصلني حقي أكيد، بس تعملش إني بضطرش لطريقة الثار. في حالة القتل إيش هو حقك؟ القاتل يقتل يعني معروف، وأكيد فيش عنا قتل هون يعني، لأنه فيش عنا قتل فالكل بيضطر إنه يقتل يعني، هذا برضو دم يعني، حتى لو كان مين ما يكون واحد غريب الواحد بتأثر عليه. كما رأينا من خلال هذا الروبورتاج القصير اللي شفناه، كان كل الناس يتحدثوا عن موضوع الثأر وأنه القاتل يقتل، وأنه إذا القانون ما أخذ لحقي، بعض الناس يعني قال أنا بدي أخذ حقي أو ما شابه ذلك. لأنه نحن دائما بنقول في عبارة تكررت في كثير من التعليقات، من أمن العقاب أساء الأدب. فهل عندنا القانون حقيقة فعلا الناس أمنوا العقاب فأساءوا الأدب في موضوع القتل؟ من أجل حديث عن موضوع القانون حتى نتعرف أكثر على القانون الفلسطيني وماذا وضع من قوانين تضبط هذا الموضوع وتكون هل هي رادعة أو غير رادعة، استضفنا اليوم نستضيف اليوم وإياكم الدكتور أنور الجانم، الدكتور في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، وهو نائب عميد كلية القانون متخصص في القانون الجنائي. نرحب وإياكم بالدكتور أنور. السلام عليكم دكتور. مساء الخير. السلام. حياك الله دكتور، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. نرحب فيك في هذا اللقاء اللي احنا متحدث فيه عن ظاهرة خطيرة جدا من في ظواهر في هذا اليوم او في مجتمع في هذه الايام اللي بنعيشها، ظاهرة القتل، واصبحت مقلقة. صرنا نسمع كثير من الحوادث في اغلب المحافظات، القتل بدم بارد وعلى اسباب تافهة جدا، وبتروح فيها عائلات في بعض الاحيان وشباب مثل الورد زي ما بيقولوا بنخسرهم بسبب فقط انه اجى على باله او في مشكله بسيطه، ليش عملت هيك، ساعه شيطانيه، انا غضبت انا عصبت. كثير من الناس علقوا معنا قالوا من امن العقاب اساء الادب. اسمح لي دكتور قبل ما اخذ انا جواب منك على سؤال راح اسالك اياه، انا حابب انك تسمع معنا، بس في عندنا استطلاع راي احنا عملناه عن شو الناس بتطلب من عقوبه. قال احنا استطلاعنا راي يكون في ظل ازدياد ظاهره القتل، فاي العقوبات التاليه تعتبر زاجره تكون رادعة؟ احنا حطينا ان عقوبة المؤبد، عقوبة الاعدام، وحطينا خيار ثالث انه مش مهم العقوبة، انه مهم ان تكون في تربية في المجتمع. اي عقوبة بتكون رادعة لو في تربية في المجتمع، فمش مهم العقوبة. فكانت النتائج كالآتي: عقوبة المؤبد الناس اللي ايدوها 9%، عقوبة الاعدام كان معها 70% من المستطلع ارائهم، اللي قالوا مش مهم العقوبة المهم التربية، قالوا يعني الرادع يعني العقوبة لا تردع وإنما التربية لا تردع، قالوا 20%. معنى إذن عندنا حوالي الثلثين 70% من المجتمع قالوا إنه لابد من عقوبة الإعدام. بدنا نتعرف من حضرتك وإنت متخصص في القانون الجنائي، إنه يعني القانون الفلسطيني ماذا يعاقب على القتل العمد؟ بالنسبة لقانون العقوبات، إحنا نعرف إنه في عنا أكثر من قانون ساري مفعول في الضفة الغربية، وفي كمان قانون ثاني ثالث ساري المفعول في غزة. خلينا نحكي عن القانون الأقدم اللي هو قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وساري حتى اللحظة في الضفة الغربية. إذا نطلع على نصوص قانون العقوبات الأردني راح نشوف إن في عنا تقريبا 30 حالة نص عليها القانون في عقوبة الإعدام. طبعا مش كلهم يتعلقوا في القتل، ممكن يتعلقوا في جرائم أمن الدولة اللي هي جرائم الخيانة والتجسس. كمان عندنا في قانون عقوبات الثوري للتحرير اللي صدر في 78 من قبل المنظمين، هو سائر مفعول على العسكريين، يعني مش المدنيين، على العسكريين. وفي عندنا كمان 42 حالة أو 42 جريمة بنص عليها القانون في عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى عنا مثل ما حكيت لك 38 حالة في قانون عقوبات الفلسطيني الساري في غزة، وهو قانون فلسطيني في سنة 39. على كل هذا اختلاط القوانين وال يعني أدى بالنهاية إنه في عنا كمان في 68 أمر عسكري إسرائيلي، أمر عسكري بخص الضفة الغربية وأمر عسكري ثاني بخص قطاع غزة. في هذا الأمر العسكري
حكى انه تستبدل عقوبه الاعدام الى الاشغال الشاقه المؤبد. يعني اي جريمه في القانون عقوبتها اعدام بحكم الامر العسكري هذا اللي صار المفعول لحتى اللحظه في الضفه الغربيه وفي غزه، يتم استبدال عقوبه الاعدام بالاشغال الشاقه المؤبده. ولكن هذا الامر العسكري حدد القانون، يعني حكى قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960، وحدد القانون 637 رقم 6 في 637 اللي صار المفعول في غزه. وتلقائيا ما تطرق لانه القانون العقوبات الثوري لمنظمه التحرير اللي هو اصلا في 78 بعد 10 سنوات من صدورها بالامر العسكري. على كل بالاضافه الى سنه 2000 بال 2006 عندنا قرار بقانون للرئيس محمود عباس اوقف تنفيذ عقوبه الاعدام، وهنا الوقف والاصل موقوف في بناء على الامر العسكري الاسرائيلي. بس كمان في 2006 اجى الرئيس محمود عباس ووقف تنفيذ عقوبات الاعدام اللي كانت تنفذ بناء على قانون العقوبات الثوري لمنظمه التحرير. وبالتالي الوقت الحالي في ظل هذول القرار بقانون اللي صدر من محمود عباس حتى في التطبيق العملي من اكثر من 10-15 سنه ما تنفذت اي عقوبه اعدام. عندنا في غزه ينفذ عقوبات الاعدام، ما نفذوا بين قوسين قرار رئيس محمود دكتور قد يكون الصوت في اشكاليه بسيطه في يعني في تقطيع بالصوت، لكن اسمح لي يعني اذا انا يعني فهمت منك، انا بس القضيه الان اللي جديده بالنسبه لي وحاب اسال عنها، هل احنا ملزمين في تطبيق الامر العسكري الاسرائيلي في 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 استبدال الحكومه؟ نعم، اول قرار في القانون صدر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في 94 انه تسري الاوامر العسكريه الاسرائيليه التي تصب في صالح الشعب الفلسطيني. واعتبرنا في هذيك الفتره انه وقف عقوبه الاعدام هو من اجل مصلحه الشعب الفلسطيني. بحكي ليش؟ ما هو مش متطابق مع شعبنا الفلسطيني، بحكي لك بناء على بدنا نرضي بين قوسين الاوروبيين، وبدنا بناء عليه بدنا نتماشى مع القوانين الغربيه. على كل يعني في عندنا في 2010 وفي 2012 مشروعين لقانون عقوبات جديد، مشروع في الضفه الغربيه ومشروع ثاني مقابله في غزه. حتى في مشروع قانون عقوبات اللي تم المصادقه عليه في القراءه الاولى في المجلس التشريعي في رام الله، تلقائيا قلل الحالات. احنا كنا نحكي قبل شوي عن 36-38 حاله في القانون موقوف العمل في المشروع الجديد، هنا فقط 16 حاله، يعني لسه نقصنا الحالات اللي يحكم فيها في الاعدام، في حال انه طبقنا تنفيذ العقوبه. على كل من شروط القانون، من شروط تنفيذ عقوبه الاعدام انه يجب توقيع رئيس الدوله، يعني رئيس السلطه الفلسطينيه، قبل تنفيذ العقوبة. وبالتالي بما أنه الرئيس الحالي ضد عقوبة الإعدام، فمن المستحيل حتى لو ألغينا الأمر العسكري، لو من المستحيل تنفذ عقوبة الإعدام في حال وجود رئيس السلطة الحالي، لأنه ضد عقوبة الإعدام. عندنا مقابله في غزة، في عندنا مشروع قانون عقوبات. الجديد في مشروع قانون عقوبات في غزة أنه تم طرح فكرة وتبناها المجلس التشريعي، هاي الفكره فكره تبني العقوبات الاسلاميه زي الحدود والقصاص، وتم تبنيها. لكن تم في الوقت الاخير انه لا السلطه الفلسطينيه في الضفه ولا السلطه في غزه يصوتوا على المشروعين لحد ما تتم عملية المصالحة، لأنه ما بدناش عندنا يعني بين قوسين خلاف سياسي، ما بدناش كمان نعمق هذا الخلاف السياسي بخلاف قانون جديد. فتم الوقف والتصويت على هذا القانون، فحاليا موقوف المشروعين هذول القانوني، القانون في غزة وفي فلسطين وفي رام الله، موقوف النظر فيهم على أمل أن تتم المصالحة. يعني احنا عارفين انه
يعني حقيقة الانقسام وويلاته كثيرة جدا. هذه صور من صور يعني المشكلة اللي قاعد تنعكس فيها على المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن ينهي هذه الحالة وأن نعيش في وحدة كاملة لنواجه كل هذه التحديات اللي ابتداء من الاحتلال وانتهاء بكثير من القضايا الداخلية. لكن يعني إحنا إذن في الحقيقة أنا أفهم منك، بس أنا بدي أستفسر من شغلة سريعة أيضا، إنه إحنا عندنا يعني كقانون عندنا نص على عقوبة الإعدام، لكن جعلت الأمر بيد الرئيس. بعض النصوص اللي بتخص على الأقل جريمة القتل، الإعدام يعني العقوبات اللي تستحق الإعدام إذا ارتكب القتل مع سبق الإصرار. نعم. اللي نسميه القتل العمد. نعم. ماشي، يعني القتل قبل القتل بيكون في عنا حالة إصرار من الجاني والتخطيط بين قوسين نسميه، هاي الحالة عقوبة الإعدام. إذا ارتكب القتل من أجل تسهيل جنائي ثاني، يعني لو افترض انه في شخص بده يروح يرتكب جريمة السرقة في الليل على بيت يعمل سطو على بيت واثناء السرقة قتل حر البيت، كان هي عقوبة اعدام. كمان عندنا قتل الفروع للاصول، يعني من مجتمعنا الفلسطيني الفترة الاخيرة شفنا اكثر من حالة انه الولد بقتل ابوه. نعم. لخلاف عائلي او عادة على الحصص ارثية او على أراضي وما أراضي. المهم هاي عقوبتها في القانون كمان إعدام، يعني هذول ثلاث صور لجريمة القتل منصوص عليهم صراحة في القانون بيستحق عقوبة الإعدام. بحاجة بس هي بحاجة إلى تصديق الرئيس مش هيك؟ ما بحكي لك إنه بالقانون بنص القانون لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصديق الرئيس عليها. طيب واضح؟ يعني إذا نرجع لنصوص قانون الإجراءات وبدنا نشوف بين قوسين يعني كيف بتم التصديق على عقوبة الإعدام، يعني من الشروط أنا أحكي لك الشروط بشكل سريع. أول شيء مجرد ما المحكمة البداية أصدرت الحكم في الإعدام بيتم الطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف والنقض بحكم القانون، يعني بدون ما المحكوم عليه يطلب الاستئناف أو يطلب الطعن، حكم القانون لازم يتم فيها استئناف. زائد في عندنا حالة يعني إذا كانت المحكوم عليه هي امرأة حامل، هنا بحكم القانون تستبدل الشقة المؤبدة. كمان عندنا إذا كان القتل المحكوم عليه حدث، يعني نفترض عمره 17 سنة ونص وارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار، يعني مثلا تستحق عقوبة الإعدام. في هاي الحالة أقصى عقوبة ممكن إنه بناء على قانون الأحداث إنه يستحق هذا المجرم، خلينا نحكي أو الحدث، إن هي 9 سنوات. واضح؟ يعني أقصى عقوبة ممكن إنه تنطق المحكمة على الحدث هي عقوبة 9 سنوات. آخر شرط خلينا نحكي من شروط تنفيذ عقوبة الإعدام إنه هو قبل تنفيذ العقوبة يجب على رئيس النيابة العامة اللي هو إنه رئيس نيابة واحد موجود في رام الله إرسال الأوراق المحكوم عليه لوزير العدل، وزير العدل يكتب تقرير وهذا التقرير كمان يطلع رئيس السلطة الفلسطينية إما عنده خيارات، إما بيصدق على التنفيذ وبالتالي ينفذ في وقت ممكن، أو يعني بلغي التنفيذ بين قوسين تستبدل لأشغال شق مؤبد. مثل ما حكيت لك في بداية المقابلة إنه الرئيس محمود عباس توجهاته الكل بيعرف توجهاته مع الاتفاقيات الدولية وال نعم. طيب دكتور نرجع لموضوع اللي احنا بنسمعه هذا، يعني الناس بيسألوا في موضوع الحق العام والحق الخاص، فبنحبس الواحد فترة وإذا عفى أهل القتيل أو عملنا صلحة وصك عشاء، بتعرف الناس كلها بتيجي وبصير صلحات وقهوة وشاي وفراش عطوي مش عارف إيش الأخير وشروط وبوقعوا بعدين صك مصالحة، هيك بسقط الحق العام، الحق الخاص بضل الحق العام. إذا سقط الحق الخاص قديش الحق العام بحكم فيه قضايا؟ ما بحكي لك أحوال التكييف القانوني للجريمة. هسا إذا بتستحق عقوبة إعدام بالأصل وبهاي الحالة نفترض أهل المجني عليه، يعني أهل المقتول وافق على الصلحة وتمت العطو والديل، في النهاية بيسقط الحق الشخصي بيتم الحق العام. الحق العام مستحيل ينزل عن 15 سنة في الحالة. أما إذا كان القتل مقصود، وهنا نفرق، لأن القتل المقصود بيختلف عن القتل العمد أو عن قتل سبق الإصرار. لأن القتل المقصود هو أنك تقتل شخص وقاصد تقتله بس مش مخطط مسبقا للقتل،
واضح؟ في الحالة القانون بيحكم عليها أقصى عقوبة اللي هي 15 سنة. واضح؟ حسب حالة القتل القذف اللي هو معظم جرائم القتل بتتم في المجتمع الفلسطيني، خلينا نحكي بتكييفها قتل مقصود بصورته البسيطة بنسميه. نعم. الأصل يستحق عقوبة 15 سنة، بما إنه اسكت الحق الشخصي حتى تنزل العقوبة حتى النصف. يعني 15 بتروح عادة بين 5 سنوات و7 سنوات. احنا أنا سمعت من أحدهم بقول 6 شهور، في منه الحكي؟ لا لا لا، هسه في عنا أشياء أخرى ثانية في القانون، مثلا في عنا نص قانوني بيحكي عن حالة الغضب الشديد. طبعا حالة الغضب الشديد لها شروط معينة في القانون ومش من السهل إنها تتحقق. في حالة ثورة الغضب الشديد مع تكييف الجريمة إنها قتل مقصود بصورته البسيطة، هاي الحالة تحول العقوبة من 6 شهور لسنتين، يعني السلطة التقديرية للقاضي اللي بينظر في الملف. ايوه، يعني هي ممكن عند الصلحة تستغل هذه كثغرة في 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 انه ننزل عقوبة الانسان اذا صارت صلحة في الموضوع. لا، هو عادة في الصلح العشائري وبسقط الحق الشخصي، بيتم الحق العام، الحق العام بيتم تقديره بين قوسين بين حد ادنى وحد اعلى. عادة عادة في جرائم القتل بصورته البسيطة بتكون العقوبة بين 5 سنوات، يعني بين ثلث الى ثلثين، من ثلث الى نصف العقوبة، يعني بين 5 سنوات ل7 سنوات ونص او 8 سنوات. طيب، يعني دكتور انا اشكرك شكر جزيل على وقتك اللي اعطيتنا اياه في هذا البرنامج، برنامج كاسكافي ام عبر اثير الفجر وتلفزيون الفجر، وانا باسمي الشخصي وباسم كل طاقم الفجر وادارتها اشكرك شكر جزيل على ما اتحفتنا فيه من معلومات في هذه الدقائق. جزاك الله خير، بارك الله فيك، والسلام عليكم. إذن يا إخوة، إحنا لاحظنا أنه يعني عندنا في القانون حقيقة في عندنا حكم إعدام، لكن الأمر ينطبق عليه بعض الشروط. أنا إلي يعني بعض التعليقات السريعة، وإذا إحنا نفتح الاتصال هذا بده يعلق على أرقام 268-49 أو من خلال الرقم المباشر أيضا 19-088-190-88-19-088 يمكن التعليق، أو من خلال في بوست يعني منشور بث مباشر على الصفحة إذا حدا برضو بحب يعطي أسئلته هناك. أنا بدي أعلق على بعض التعليقات السريعة. يا أخوانا، احنا عارفين انه في ضغوطات دولية، في ضغوطات أوروبية، في ضغوطات عالمية في موضوع الإعدام وعقوبة الإعدام، ومرات بحاربونا انه انتوا المسلمين يعني موضوع الإعدام واعتداء على البشرية وهذا ضد حقوق الإنسان، وانا مش عارف ليش احنا يعني دائما المستهدفين في هذا المجال وبنحس حالنا مرات انه ضعاف او مهاجمين، مع انه في العالم في كثير من الدول حتى المتحضرة في عند عقوبة إعدام بصور متعددة، حتى امريكا في الولايات المتحدة في بعض الولايات في قوانينها الداخلية عند عقوبة الإعدام وتطبق عقوبة الإعدام. مش عارف انا ليش مرات الشفقة تأخذنا بالقاتل مع انه هو ازهق روح من قبل ذلك، هل روحه اشرف من روح الذي ازهقها الله عز وجل؟ قال في كتابه العزيز في آية رائعة جدا يجب أن يتعلمها العالم كله حقيقة في أيامنا، لما قال ولكم في القصاص حياة، كيف يكون القتل فيه حياة؟ لأن القصاص إن كان يقتل قاتلا يقتل فردا اعتدى على روحه وعلى حياة، لكنه يحيي أمة، لأن من أساء من أمن العقاب أساء الأدب، والإنسان لما يشعر نفسه أنه هو إذا أقدم على مثل هذا العمل يمكن أنه يحكم، حتى لو حكمنا على القلام الموجود الآن وعملنا عفو عام وسبع سنين أو 15 سنة أو تحولت للمؤبد، لكن في النهاية هو بيكون عنده أمل أنه أنا مش راح أطول بالسجن وفي الآخر بطلع، افعفوا من هون، محسوبية من هون، في ثلث مدة من هون، لكن في النهاية هذا ليس رادع عن الإسلام. لما جعل هناك القصاص رادع جعلوا هذه العقوبة المفروضة. نحن يعني كما تفضل الدكتور أنه الأخ القائد الرئيس أبو عمار لما أنهى الأوامر العسكرية وأمر بكسرها، إذا نحن لن نقبل أي أمر عسكري في أنه بنقل الإعدام إلى الأشغال الشاقة، نحن لا يعني لا نحتكم بأوامرهم، لأن انه هيك المفروض انه احنا نكون في 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 مجتمعنا. الامر الثاني، احنا يعني صحيح هي توجهات وقد يكون الضغط علينا واقع، لانه احنا يعني دولة بنضلنا يعني تجمع ضعيف دوليا، بضل العين علينا والكل بحاول ينتقدنا ويوجه لنا اشاءات، لكن احنا بنقول انه في عندنا مصلحة داخلية عليا اللي هي مصلحة المجتمع. الان هذه الظاهرة، ظاهرة القتل، اصبحت تنتشر. ناخذ هذه المشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يسعد لي مساك من الله. حياك الله عمي أبو مازن. أول إشي، في هناك حاجتين يجب أن يكون الإنسان على فكرة.
نعم. الحاجة الأولى إنه ثبت في مجتمعنا ما فيش هناك مرجعية، لا مرجعية عائلية ولا مرجعية بلدية ولا كروية ولا حتى في المجتمعات البدوية. سابقا كان يصير في إشكالات يعودوا في القرية لكبير القرية أو لكبير الحمولي تحل المشاكل وديا. اثنين، في عندنا هناك شيء يعني واضح للعيان، في هناك قانونين عندنا، في قانون سماوي وقانون أرضي. اللي القانون الأرضي اللي اسمه القانون الوضعي، ما دام احنا لم نطبق القانون السماوي، القانون الوضعي اذا حكمنا على شيء من الناس الساعه 10 بسجن 10 سنين بصير تدخلات، وهذا طبعا بين قوسين مفهوم، الساعه 12 تخفض العقوبه او حتى يبرئ الانسان. هذا الكلام للاسف الشديد، لانه احنا مثل ما تفضلت انت سابقا ينقصنا الايمان، لانه ربنا ما كانش كان علينا حق الناس المسلمين، قال وكان علينا حق الناس المؤمنين. فيا ريت أن يكون في عنا أولا إيمان بالله بقضائه وقدره حتى نكون إحنا على مستوى المسؤولية الربانية، لأنه حتى لو بدنا نفتح على الفجر أو نسمع بالجرائد نشوف وفيات عادية بسكتة قلبية بجلطة دماغية بجلطة قلبية، هذا يجب على الإنسان أن يكون مؤمن بقضاء الله حتى يكون في هناك أول شيء رادع رباني في صدره في ضميره، إلا إذا كان بيكون يعني بيقول فلان ضمير نايم، لا بالعكس مش ضمير، يعني يجب أن يكون في هناك الردع من السلطة ومن الأهالي، لأنه مثل بيقول طبع طبع اللبن ما بيغيره إلا الكفن. العائلة اللي هي الآن يعني إحنا مضطرين إلها، الآباء اللي بيطلعوا الساعة 4 على أعمالهم مع وجود الأبناء من سن 12 لسن 20 ما بصحلوش تصريح وما فيش هناك فرصة عمل، بده يضطر للشركة وبده يعني معلش نقطة بسيطة، يوم الثلاثة اللي فات من اليوم بدخلوا شباب اثنين على بنت لحالها في كفر اللبن، بشلحوها أساورها بضربوها على عينها بكسروا إيدها بكسروا الباب. ضبطتهم الشرطة، أجتني جاهة من بلع من كفر اللبن، لما فرضنا عليهم إن هذول الجماعة يقوموا بعلاج هاي البنت رفضها بعلاجها، بس بعلاجها أولاد أخوتها وأخوتها، يعني لابد اللي أنت بتعرف أخوها داود اللبدي كان أستاذ، كلهم يا عمي على كل دون أسماء سيد الشيخ، عفوا برجلني أنا صرعت. للأسف الشديد ما دام ضمائرنا مش قبلاني إنه إحنا نحك الحق إلى متى هاي الحياة؟ يعني بنكون ما فيش شغل وبنقول طب منيح هذا العمل، لا يعني لا يسمح لي إني أنا أقوم أروح أسرق، ولا يسمح لي إني أنا أقوم أعتدي، ولا يسمح لي إني أنا أقوم أضرب. هذا الكلام مع احترامي للمجتمع، وأنا يعني إحنا بني آدم ناقص الكمال لله، ولا نزكي على الله أحد. وشكرا لك شيخ عمار، الله يجزيك الخير أخو مازن على يعني هذه المداخلة الطيبة اللطيفة. أنا يعني اسمحوا لي في دقائق سريعة جدا قبل ما ننهي برنامجنا إنه أنا أعلق على بعض الأمور. يا أخوانا، أول موضوع الدماء موضوع خطير، أين يعني كيف يأتي الإنسان يوم القيامة يقف بين يدي الله عز وجل في رقبته الدم؟ هذا أخطر ما يمكن. هذه الحياة كلها يعني فانية ذاهبة، الإنسان بيعمل قد يفعل، قال اعمل ما شئت فإنك مجزي به. كيف يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويقابله وهو الله عز وجل قد توعد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني غضب الله ولعنة الله والجهنم التي تنتظر القاتل، أين يذهب بلا؟ إذا كان دم المسلم أغلى عند الله عز وجل من الكعبة، قد شايفين الكعبة قدسيتها ومكانتها وعظمتها، قال أن تهدم حجرا حجرا أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. هذه الدماء أين يذهب بها؟ إذا كان سيدنا أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب، قد مكانته من النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في معركة وعلى أحد المشركين بالسيف، فقال ذاك الرجل المشرك وقد كان آذى المسلمين قبلها قال لا إله إلا الله، سيدنا أسامة ما سمع منه هذه الكلمة وما قبلها وكان قتله، لما حكله النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أفعلت ذلك بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد قالها لينجو، قال أشققت عن قلبي؟ أين تذهب بلا إله إلا الله؟ أين تذهب بلا إله إلا الله؟ فما زال يرددها وهو يغضب، فإذا به النبي عليه سيدنا أسامة بيقول والله وددت لو أني لم أسلم قبلها قط، يعني من كثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني راجع في مثل هذه القضية، وكان خطير جدا. خلينا نأخذ آخر اتصال هاتفي معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. أعطيك العافية. طيب. الله عافيك. والله يا شيخ أنا حبيت أشارك في هالموضوع. أنا شفت سمعت الدكتور أنور جاني من الجامعة بيحكي إنه في شغلات برضو نسيها تستوجب عقوبة الإعدام.
نعم. وهي منصوص عليها بقانون رقم 16 سنة 60 قانون العقوبات الأردني. مين حضرتك معنا بس؟ في باب الجرائم الواقع على أمن الدولة. بعد إذنك بس مين معنا؟ معك جمعة عطوي. حضرتك متخصص يعني في إيش؟ نعم أنا مستشار قانوني في 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 السلطة. نعم حياك الله تفضل أخي. يعني عندنا مثلا في الجنايات الواقع على الدستور المادة 135 ويقاس عليها عندنا في فلسطين اللي هي على كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته اللي هو يقاس عليها عنا على الرئيس يعاقب بالإعدام. نعم. والبند الثاني من نفس المادة كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته يعاقب الأشغال الشاقة المؤقت. إذا كان الاعتداء يهدد بالحياة إعدام. نعم. هسا في برضو المادة 636 يعاقب الإعدام على كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة. هاي نقطة مهمة جدا احنا لازم نحطها في أهمية خط لأنه احنا صارت عندنا في فلسطين للأسف الشديد يعني وهذا إشي بيألمنا. يعني المادة 137 كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام. وإذا نشب العصيان اللي هي البند الثاني من المادة 137 عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام. هنا برضو بنرجع للمادة 138 برضو الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالإعدام. قد يعني ممكن البعض يطلع علينا يحكي لنا احنا ما في عندنا في دولتنا دستور او في فلسطين، بس احنا بنحكي له انه في عندنا قانون اساسي يعد بمثابة الدستور. لانه للاسف الشديد صارت عندنا احنا اللي هي الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بغض النظر عن الطريقة وبغض النظر عن ممارسة السلطة الفلسطينية لأداء مهامها تجاه المواطنين في قطاع غزة اللي أنها صارت بطرق غير مشروعة. نسأل سؤال يحل في بال كل الفلسطينيين، هل يستوجب كل من قام بالفعل هذا الإعدام؟ وشكرا لك. شكرا لك على هذا المداخل. هذا يعني احنا حقيقة الأستاذ أنور الجانم احنا كنا متصلين فيه عشان حكومة الإعدام في موضوع قضايا القتل بالذات، لأن موضوعنا يعني موضوع القتل احنا يعني لا شك وتوسع قليلا في القضايا، هو ضرب أمثلة في القضايا اللي تستوجب عقوبة الإعدام عندنا في المجتمع في القانون. ما تفضلت فيه حضرتك هو يعني قد يكون نصوص في موضوع ما يمس أمن الدولة سيادة الرئيس أو الدستور أو ما شابه ذلك، هذا قد يكون له حلقة يعني مستقلة إذا يعني ممكن أن نطرحه. إجابة على سؤالك قد يكون القانونيين هم أقدر مني في 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 الإجابة عليه، لكن أنا برضو بأكد على إنه إحنا بنقول زي ما حكينا قبل شوي نسأل الله عز وجل أن يوحد كلمتنا وأن يشملنا وأن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يجعلنا صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لأنه هذه الحالة من الانقسام اللي إحنا عايشينها هي تعود بالضرر على مجتمعنا وعلى قضيتنا، هذا شيء أكيد وهذا شيء مجمع عليه. ونسأل الله عز وجل أن يعني تتكلل كل الجهود بنا نجاح في اتجاه وحدة شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا إخوة يعني إحنا معنا دقيقتين نحاول ننهي فيهن موضوعنا. أنا بدي أقول إنه الحديث كان واضح جدا اللي بيقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إحدى ثلاث. ثلاث أمور بس اللي إحنا يعني من ناحية الشرعية بشكل عام يحل دم المسلم: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاث أمور رئيسية هذه في 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 موضوع يعني الحدود يمكن أن تكون. بعض القضايا الثانية زي قضايا التخابر والتجسس والمخدرات وكذا يعني لها بعض تشريعاتها ولها بعض اجتهادات، لكن أنا بدي أحكي الأمور الرئيسية. غير هيك يا أخواننا ما بصير. ذلك قال النفس بالنفس. ليش النفس بالنفس؟ لأنه قال ولكم في القصاص حياة. هذه الحياة هي اللي بتخلي، لاحظوا لما يطبق موضوع القصاص أنا أجعل، هو موضوع القصاص مش يعني حالات الإعدام فيها ليست كثيرة راح تكون، لسبب انه اول المجتمع نفسه لما انا اجي لاهل ولي الدم اللي هو الاهل القتيل واقول لهم هذا الانسان اللي ثبت عليه هذا الجرم الامر لكم اما ان تبقوا مصرين على قانون الاعدام فيطبق عليه، وبهذه الحالة هم بسعته بهدوا ولا يجوز لهم أن يثأروا حالة الثأر القتل والحرق، وبدال واحد بروح عشرة وبصير قتل متبادل وبحرق الدور وبطروا صغار وكبار وبتصير مشاكل ومآس كبيرة جدا في العائلات، هيك بصير ما لهمش حق في الموضوع، انتهي وهي هذا القاتل اعمل فيه اللي بدك إياه. يعني إذا أردت أن يقتل فيعدم، وإما أن تعفو، وإذا عفى واحد بس من أهل القتيل قال تنزل العقوبة من الإعدام إلى الدية بالنسبة لهم ويبقى الحق العام هو الذي
الذي يطبق. احنا هذا اللي احنا بنقوله. لذلك الاجانب الصلح لما تروح تعمل صلح هو تطبق جزء من الدين في هذا الجانب. لكن يا اخواننا زي ما قلنا قال الاخ مازن انه بحاجه الى ان يكون اول يتقي الله عز وجل في الموضوع, ان يرضى اهل القتيل ما يكون في ضغط في الموضوع, وان يكون هناك احقاق للحقوق, ما نضيع كثير من الحقوق الموجوده. لذلك دائما نقول القانون الرادع الصارم هو الذي يشفي الصدور. لكن لما يبتعد احنا نبتعد عن الدين وعن تطبيقات شريعه الاسلام, هنا بصير ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. احنا بهذا بنقول قضيه القتل قضيه خطيره جدا. ما يمكننا ان احنا نعلق عليه ونقوله اذا كان لا يمكن الان ان نغير القانون, والواقع الدولي قاعد بيضغط على من بيده القرار في اتخاذ عقوبه الاعدام, وان كنا احنا يعني بالنادي ونطالب انه ان تطبق حكومه الاعدام وان يترك الامر لاولياء الدم, اما ان يقضوا بان تطبق العقوبه او ان يعفوا, هذا الامر يكون بيدهم هم, لان هم اصحاب اولياء الدم كما قال هذا الدين وهذا الشرع واللي به حياه الناس وفيه مصالح الناس. لكن انا بقول اذا كان القانون مش بايدنا الان, احنا على الاقل بايدنا ربي. يعني هذا اللي حكيناه احنا هو للعلاج, لكن احنا بحاجه الى وقايه. نربي اولادنا وربي اهلنا انه يا اخواننا انه 100 جبان ولا انا اجي يوم لقيامي في ركبتي دم على إشي تافه أو على إشي ما بستاهل, ولا أحط بركبتي إنسان أقتله لأني غضبت لأني في مشكلة بسيطة جدا. هذه قضية خطيرة جدا. أعجبني أختم بهذه القصة. أحد الأشخاص بكل عنده ابن صغير عايش في بيئة هي كلها قتل وسلخ وكذا في إحدى المناطق, فابنه الصغير في طوش مروح ولد بجوز صف سادس صف سابع صف خامس والله ما بالضبط مش عارف. فهو ماشي في الطريق مع أصحابه بتعرفه بكاهر وبعض وكذا, فصاحبه بقول له أو الولد الثاني اللي عمل معه مشكلة بقول له والله أنت مش زلمة, أنت والله ما بتكلي بيضة. شو أنا ما باكلي بيضة؟ ما بتكلي بيضة. فإذا بالولد هذا بسحب يعني سكينة وبروح بطعن هذا صاحبه ولد صغير. لما روى عند أبوه أبوه عرف القصة. شو أبوه عبل على طول؟ أول شيء جابوا مسكوا من باب دارهم لباب دار الولد اللي انجرح, وهو طبعا يعاقب فيه بالطريق. لما وصلوا غاد قال لأهل الولد المضروب انه هذا الولد ابني اللي عمل 1 2 3 خذوه اعملوا لكم اياه فيه. هيك هذه الحاله اول شيء امتص غضبهم, هدى الموضوع, حل القصه, وعلم ابنه اللي عمله غلط, وقعد مع ابنه قال له والله يابا انت تضلك 100 سنه ما تكلي بيضه ولا تروح قاتل واحد وتعيش طول عمرك ندمان, واذا ما ندمت في الدنيا اكيد 100% راح تندم في الاخره لما تجد العقوبه الصارمه والعقوبه التي ليس بعدها عقوبه التي جهنم لمن يقتل مسلما متعمدا. فأين نذهب بهذه الدماء؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءنا وأن يرجعنا إلى رشدنا وأن يجعل هذا المجتمع نقيا نظيفا, وما نضلناش نخسر شبابنا على أمور تافهة ونقتل بعض بكف الاحتلال بقتل فينا أخرحنا يعني نكون في بعض هيك. فلنتق الله عز وجل. إحنا يا أخوة يعني الحلقة القادمة راح تكون أيضا حلقة مهمة, وهي يعني من حلقاتنا إحنا حكينا سابقا عن المهور وارتفاع المهور. اليوم راح نحكي لأنه بعض الناس وحكينا عن ظاهرة النقوط, بعض الناس بيقول أنه إذا أردنا أن نعالج ظاهرة النقوط لازم أن نعالج ما قبلها, لأنه ظاهرة النقوط بلجأ العريس للنقوط لأنه المجتمع بفرض عليه تكاليف شديدة جدا في, في, في المجتمع, فهذا بده سد هذه التكاليف إحنا فبضطر لظاهرة النقوط. فإذا أردنا أن نعالج النقوط نعالج التكاليف. لذلك رح نعمل حلقة المرة الجاي عن موضوع ارتفاع تكاليف الزواج, ليش أصبحت مرهقة, وهي حقيقة مرهقة جدا للأزواج الشاب أكثر من المهر نفسه. يعني المشكلة مش في المهر, أنا برأيي المشكلة في التكاليف الزواج. طرحنا سؤال تفاعل على صفحاتنا فأرجو التفاعل معها يعني حتى نطلع برأي جيد. برأيي كيف يمكن الحد من هذه التكاليف وما هي الجوانب التي يمكن التخفيف من خلالها, هذا يعني خلينا نسمع آراءكم فيها ونكتبوا لنا آراءكم نسمعها في الحلقة القادمة. أيضا طرحنا استطلاع للرأي, بقول استطلاع الرأي في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الزواج, من وجهة نظرك فإن المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى هو, يعني من المسؤول عن ارتفاع تكاليف الزواج؟ هل الزوج وأهله؟ لأنهم هم اللي بدهم يقلدوا, يعني هو اللي بيجي الزوج نفسه بيصير يعمل تكاليف كبيرة وقاعات وحفلات وكذا إلى آخره وبده يقلد الآخرين وجاريهم. أم المسؤول عن ارتفاع تكاليف الزواج هي الزوجة وأهلها لكثرة الطلبات اللي بيطلبوها, أم أن التجار وأصبح أصحاب القاعات واللي لهم علاقة في موضوع العراس هم اللي بيصيروا زينوا بضاعتهم بيرفعوا الأسعار وبيستغلوا الناس إنه بفرحتهم بيدفعوا أي مكان. إحنا هذه الثلاث أمور صح هي الثلاثة لها دور, لكن أيها أكثر؟ هذا اللي إحنا نسأل عنه. يعني ما هو
المسؤول الرئيسي بالدرجة الأولى عن مثل هذه الأمور. الموضوع احنا هيك يمكن أنهينا يعني برنامجنا للقاء آخر في الحلقة القادمة في يوم الثلاثاء القادم. نشكر الإخوة القائمين معنا في طاقم البرنامج واللي تكبدوا عناء المتابعة والخروج في البروتجات والتصوير وأخذ هذه الاتصالات. نشكر الجميع والدكتور أرور أيضا على كان في مداخلته معنا. وأشكركم أولا وأخيرا إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات على حسن استماعكم وعلى متابعتكم وعلى مشاركتكم. شكرا لكم, شكرا جزيلا. أنا محدثكم الشيخ عمر مناع, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سؤال ومتحير, بالك مشغول وتعبان, أنا عندي الحل ما تفكر, اسألنا أنت السؤال, راح نرد عليك والجواب بإيديك, عالقاصد تبعنا عالفجر أفقام.